وفاة رجل وامرأة مسنان في إحدى دور العجزة بحلب القديمة بسبب البرد وانعدام التدفئة. استمرار النقص الحاد وازدحام شديد على الكازيات في مناطق سيطرة النظام للحصول على مادة البنزين. اشتباكات على جبهة العامرية والثوار من الجبهة الشامية يردون عنصرا لقوات النظام قتيلا. غارة لطيران التحالف على موقع لتنظيم الدولة في الجهة الشرقية من مدينة عين العرب كوباني. المحكمة الشرعية بحلب وريفها تبث اعترافات محمد نور حوري أحد العناصر المنتسبين لميليشيا أبي الفضل العباسي العراقية. خفر السواحل التركي يوقظ 22 مهاجرا غير شرعيا بينهم 12 سوريا في بحر إيجا.